اكيد طبعا انا سعيد جدا بمكسب النهارده اول بطوله في السيزون، ربنا كرمنا بيها، كانت مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا نكسب البطوله ديت طبعا عشان تبدا سيزون بعد خساره دي تبقى صعبه جدا، فكنا لازم نخسر الحته ديت خاصه انت معاك جهاز جديد لسه كله بالكامل، لعيبه لسه بتاخد الثقه، لعيبه لسه ما عندهاش خبره كبيره ان هي تلعب ماتشات بطولات، بس انا شايف ان الحمد لله رب العالمين فرقه رجاله عملوا اللي عليهم ما قصروش في حاجه، الحمد لله ربنا كرمنا النهارده عشان خاطر الناس تعبت جدا الفتره اللي فاتت كتمرين فوق بعد الظهر، الفتره اللي فاتت كانت متعبه جدا بالنسبه لنا، حتى لما لعيبه راحت المنتخب كانت بالنسبه لنا الموضوع كان صعب جدا، لكن الحمد لله فعلا كل مجتهد نصيب ربنا كرمنا النهارده عشان احنا فعلا تعبنا جدا الفتره اللي فاتت، والفرقه كان على قلب رجل واحد والفرقه رجاله، محدش كان في حد زعلان وحد لا، الحمد لله الفرقه كلها كانت رجاله وعايزين اللي جوه زي اللي بره، وده الناتج ان شكرا ربنا كرمنا النهارده الحمد لله وصلنا. قبل ما نخش المباراه يعني واحنا عارفين ان هو ماتش طويل، مش ماتش زي اي ماتش هنخطف ونجري، لا ماتش طويل وممكن يقعد لثلاثة اثنين، وقبل اي حاجه كنا مع بعضينا والروح كانت كويسه وكنا متفقين اللي جوه زي اللي بره، الروح واحده كلنا بنلعب عشان الاهلي الحمد لله ربنا وفقنا. طبعا الاهلي بجمهور، طبعا الرياضه من غير جمهور ما تنفعش، يعني اللعب احنا بقالنا كتير قوي ما لعبناش بجمهور، الجمهور كان ما شاء الله جمهور الناديين بصراحه تحفه، اجواء جميله ونفسنا نكمل على طول وربنا يكرم الماتش اللي جاي. الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك، اول حاجه ببارك جمالنا وببارك الجهاز الفني، ببارك اللعيبه الرجاله اللي حصل تجديد عندنا فرقه كبيره، ببارك للشباب اللي ساعدونا النهارده المباراه بشكل عريض ومحترم، بقول للعيبه الزمالك والجهاز الفني المحترم هارد لك وجمهورهم كلهم هارد لك، يا رب تكون بدايه لينا ان شاء الله باذن الله تكون سعيده، عندنا اخطاء في اخر سنه خاصه دوري الكاس ابطال السوبر ودي تاني مره ان شاء الله رب العالمين نقدر نحافظ على اللي جاي ان شاء الله بنفس الشكل الكويس دوت، عندنا ماتشات كاس ان شاء الله مهمه الفتره الجايه ربنا يكرم ان شاء الله ونعديها ونخش على سيمي فاينل الدوري ان شاء الله، نخش على افريقيا بعدها ناخدها خطوه خطوه ان شاء الله، احنا ان شاء الله باذن الله طبعا زي ما وعدنا جماهيرنا احنا مترابطين اي بطوله نخشها باذن الله رب العالمين، وان شاء الله ربنا يكرم كده ان شاء الله رب العالمين وعامل معايا اللقاء ان شاء الله رب العالمين اخر دوري واحنا محافظ على اربع بطولات ان شاء الله. طبعا مباراه صعبه جدا طبعا بنلعب المنافس التقليدي بتاعنا نادي الزمالك، نادي كبير جدا طبعا بنحترمه، اشتغلنا كويس الموسم ده جدا مع مستر فرناندو والجهاز المعاون ليه، طبعا احنا بنعتذر للجمهور طبعا على السنتين اللي فاتوا كان في اخفاقات كتيره، لكن كنا خلال سنتين طبعا قدرنا نكسب اربع بطولات، ولكن النادي الاهلي خسر البطوله هناك جوه النادي الاهلي طبعا ده شيء صعب جدا، احنا وعدنا نفسنا السنه دي مع الجهاز مع طبعا الكابتن خالد عوض المستشار الرياضي ان احنا اي بطوله هنشارك فيها السنه دي ان شاء الله باذن الله هناخدها باذن الله تعالى.